مرحبا. تحتفل 90 دولة حول العالم ب 4 أكتوبر وبتستمر ل 11 أكتوبر بأسبوع الفضاء العالمي كأكبر فعالية سنوية متعلقة بالفضاء بالعالم. والهدف تثقيف العامة بشأن الأنشطة. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتحديد هالأسبوع العالمي للفضاء على ذكرى إطلاق أول قمر صناعي أرضي من صنع الإنسان عام 1957. من دقش كيف عم يكون الطقس؟ عم تبقى درجات الحرارة أدنى معدلاتها بقليل، والجو صيفي عادي، والجو غائم كمان جزئي عم يكون بشكل عام، مع بقاء فرصة مهيئة لهطس ذخائر رعدية من المطر على المناطق الساحلية وكمان بعض المناطق الداخلية. أما الرياح غربية خفيفة السرعة عم تراوح بين 5 و10 كيلومتر بالساعة، والرطوبة عم تراوح بين 50 و90%. أما البحر خفيف ارتفاع الموج، ودرجة حرارة الماء 25 درجة. مثل طقس العاصمة دمشق يلي عم تكون الأجواء فيها صحو ومشمسة، وعم تسجل العليا 28 درجة. رح ننتقل على المحافظات السورية، ورح نبدأ مثل عادة الجولة من المنطقة الجنوبية. فالأجواء عم تكون فيها غائمة بسويدا، عم تسجل 23 درجة، بدرعة بين 16 و27 درجة. أما بالقنيطرة عم تسجل العليا 23 درجة، والطقس بين صحو والغائم جزئيا. بالمنطقة الوسطى بحمص وحما الأجواء ماطرة، وعم تسجل العليا بحمص 28 درجة. أما بحما عم تراوح بين 16 و30 درجة. رح كافي هلأ بجولتي على المنطقة الساحلية على طرطوس، لاذقية، ولواء اسكندرون. فمكافية الأجواء ماطرة، وعم تسجل عليا بطرطوس 27 درجة. أما باللاذقية عم تسجل صغرى 21 درجة، والعليا بلواء اسكندرون كمان عم تسجل 27 درجة. رح كافي بجولتي على المنطقة الشمالية على إدلب وحلب، فالطقس كمان ماطر، وعم تسجل عليا بإدلب 29 درجة، وعم تراوح بحلب بين 17 و28 درجة. أخيرا رح أختم جولتي مثل عادة بالمنطقة الشرقية، رقة الحسكة ودير الزور. فالطقس عم يكون بين صحو والغائم جزئيا. بالرقة والعليا 30 درجة، بالحسكة غائم، وبدير الزور عم تسجل العليا 30 درجة والطقس غائم جزئيا. أخبار الطقس اليوم خلصت، تلاقوني بكرة تبقوا بخير.